السلام عليكم. أستأذنك يا دكتور، في حد ممكن يديني الحقنة دي؟ حاضر. لحظة يا عايش، شوف الأستاذ. اتفضل معايا يا أستاذ. بعد إذن سعادتك. الشيف. الله يبارك لك. الفلاشة دي عليها أسماء الضباط اللي دخلوا المستشفى الشهر اللي فات، الرتب بالإدارات بتاعتهم اللي في الداخلية، العمليات اللي عملوها، بأسماء وبيانات كل اللي زارهم في المستشفى. برضه الله يبارك لك. أه، في حاجة كمان. الاتنين دول بقى هتلاقيهم عندك برضه، بس الظاهر كده هيحصل ما بينهم مشكلة الفترة اللي جاية. أستاذك في محله. دول عليهم العين والنية. طب ايه؟ مفيش نفحة زيادة بقى عشان موضوع الإحساس ده؟ هي مش النفحة وصلت؟ يا راجل، هو مش برضه الإحساس نعمة؟ آه. يبقى نقول ايه؟ الحمد لله، صح؟ الحمد لله يا باشا. هو أنا ربنا مش هيتوب عليا من مشاويرك دي بقى يا عم رياض؟ البني آدم هو اللي بيتوب إرادته ورعاه، ربنا ما بيضطرش حد على التوبة. يا لهوي على كلامك، أنا ما بفهمش منك نصه. طب ونصه التاني؟ ماشي؟ أنا اللي عايز أمشي. وتمشي. والساعة؟ لعلمك أنا كل ما بخرج بخاف أرجع متأخرة عشان مش معايا. لا، وده ما يرضينيش. تتعكسي ولا حاجة، شم ريحتك يجري وراكي. مش ولاد، خدي دي. وشغالة حلوة دلوقتي؟ آه، شغالة حلوة. طب ليه؟ الله، مالك؟ لا، أنا هقفل. تقفل؟ آه، هقفل. طب والفلوس؟ فلوس بعدين، بعدين نتحاسب. طب براحتك، بس هعدي عليك بكرة علشان المنبه. آه، عدي عليا بكرة، وأنا عندي شغلانة غير المنبه. تعالي يا ماما، انا صاحي. صاحي ليه بقى؟ ده انا داخله فاكراك نمت ورحت في النوم. قلت اجي صحيه. مفيش، كنت قاعد مع اخويا عبد الوهاب الله يرحمه شويه، وحشني قوي. طولت العمر ليك يا حبيبي. الله يرحمك يا عبد الوهاب. الله يرحمه. ادعي لي بالرحمه انا كمان يا ماما. صالك يا عمر، ليه كده توجع قلبي عليك؟ كلنا محتاجين الرحمة، اللي عايش واللي ميت، واللي هيبقى ميت وهو عايش. مالك؟ فيك ايه يا ضنايا؟ احكيلي احكيلي وفضفض معايا، انت مالكش غير تتكلم معايا. قولي يا عمر، زعلان على نفسك ولا زعلان على صاحبك اللي غدر بيك وخيب ظنك فيه؟ تكونش البت المذيعة شعلقتك بيها ورجعت اتعنطزت عليك. لا، إلا كده تسيبش حد يتعنطز عليك أبدا، ده انت سيد الرجالة كلهم. ربنا يخليك ليا يا ماما. هي مرات عبد الوهاب والولاد أخبارهم إيه؟ أنا ما شفتهمش حتى في المستشفى يزوروني. جايين لك يا أخويا دلوقتي زي القرود يملوا البيت. أنا حتى كلمت سمر تجيب العيال، نقعد كلنا نتلم وناكل لقمة مع بعض. طب والواد محمد؟ ايه الحقيقي؟ لا، محمد بيرجع متأخر. أخوك محمد ده كمان معاك من عليا عشتي. البيت خطيبته مورية الويل. عايز أكلمك برضو كده على انفراد أنا وأنت بعدين بقى لما نروق كده عشان تقعد تنصحه شوية. انصحه؟ كان القرد نفع نفسه يا ماما. مين ده اللي قرد؟ صالك يا عمر تقول على روحك قرد؟ ده أنت قمر يا ولد. قمر، زعلانة منك. أنا قايمة أشوف الأكل بتاعي. هو أكلك ده ريحته هي اللي مصحياني لحد دلوقتي. تاكله وتتهنى يا عينيا.
خد يا ستي اتفرجي على صورك، طلعتها كلها من على النت. ده ايه الشطاره دي؟ بس اوعى بقى تكون مهووس وبتطلع لي صور وبعد كده تطلع قاتل مأجور تقتلني وتدور على ضحيه تاني. تصدقي فكره؟ هون عليك يا عمر. هو احنا ايه بالظبط يعني؟ مش فاهم ارد عليكي ولا اعمل عبيط ولا هم اديكي جوزين اقلام ولا انت ايه ظروفك؟ انت يا عمر ممكن في يوم من الايام تتجوز في حقي لفظيا او جسديا؟ لا مش في يوم من الايام، ده دلوقتي. حرام عليك يا عمر، ده انا حتى لسه جايبه لك هديه. اعمل لك ايه؟ ما انت جننتي امي. مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير يا بنتي. مساء الخير يا طنط. مساء الخير استاذه جمانه شرف. استاذه جمانه هانم صديقه عزيزه. بابا وماما حسام وهنا اولادي. انا بحبك قوي يا طنط. وانا كمان يا حبيبتي بحبك قوي. طيب بما ان بقى اهل حضرتك وصلوا استاذن انا. خليكي شويه. لا ما هو الصديقه العزيزه لازم يعني ما تتقلش في زياره المريض. عن اذنك. ايه ده انت عندك حد؟ حد؟ مين دي يا عمر؟ دي ماما. اه عشان كده. طب يا اولاد انا نص ساعه وحاجه اخدكم. يعني انت مش شايف ان الشنط تقيله عليا؟ اه تعالى تعالى نرصها في الدولاب. نحط الشنط في الدولاب. اه ربنا يخليك ليها يا بابا. بقى كده يا عمر بيه بعد كل اللي عملته علشانك وابقى صديقه عزيزه؟ اعمل ايه؟ ما انا خفت اتكلم. يا نهارك اسود وكمان خفت؟ بس اقول لك ايه؟ انت كنت متجوزها ازاي دي؟ بعد اللي انا شفته ده الله يكون في عونك، انت لازم الناس تحبك صدقه. انت عارفه بقى حضرتك ان الناس كلها بتحبك وبتموت فيكي. ربنا يخليك يا انكل، ده من ذوقك والله. طيب استاذن انا بقى. لا رايحه فين؟ ما تمشيش. هخرج بس اعمل شويه تليفونات اظبط حلقه النهارده وارجع لك تاني. اتشرفت بحضرتك وبحضرتك طبعا. ممكن اخد بوسه؟ عن اذنكم. اتفضل. ميرسي. اتفضل. الكام يوم الجايين عايزك تشتغلي على فكرة ان الدولة بقت تتضايق من اي معارضة، وان مساحة النقد في الاعلام باشكاله المختلفة ابتدت تقل جدا. حسسي الناس ان في ضغوط عليكم. مالك في ايه؟ نضال، هو احنا ينفع نكمل برا؟ برا فين؟ مش فارقة يعني في اي حتة. في أي مكان بس مش هنا، صح؟ ليه بقى؟ مفيش يا نضال، خلاص كمل. ده على أساس إنك بره الناس مش بتتلم عليكي وتقعد تتصور معاكي؟ خلاص يا نضال. ولا بعد كده عايزة أنا أجيب معايا محرم؟ من غير تريقة لو سمحت. كنت بتقول إن إحنا لازم نبين للناس إن في ضغوط علينا، ها؟ مظبوط. وأنا منسق مع شادي إنه يجيب في الأول نماذج مالهاش علاقة بالسياسة خالص، بس كلها بتتضايق من النقد. مدرب الاهلي مثلا اللي مش عايز حد يتكلم عن شغله وعن مستوى فريقه. مطرب عمل البوم ما عجبش الناس وطالع يقول الناس هي اللي ما بتفهمش. نخش بعدها على السياسه.
وزير، وزير مثلا وقف حد لأنه انتقد سياسته. وده المقصود منه إيه؟ إن الدولة بتكره الانتقاد وهي اللي بتعكس ده على الناس في مواقع مختلفة. وبعد يومين هتتكلمي عن أحمد هدايت. هو فين؟ ليه الراجل ده ما بيظهرش في وسائل الإعلام في مصر؟ هل هو ممنوع؟ وإيه حكاية خبر وفاته اللي نزل مرتين؟ ومن برنامجك هتوجهي له الدعوة إنه يكون ضيفك؟ اشمعنى ازاي يعني؟ هو مين معارض اهم منه دلوقتي في الاعلام؟ طب خلاص اوكي. مقتنعه يعني ولا معترضه ولا ايه؟ معترضه على ايه نضال؟ انا ولا في دماغي اصلا. نعم، يعني انا سايب شغلي وقاعد معاكي عشان اساعدك في شغلك بتقولي لي ولا في دماغي؟ معلش يا نضال، انا اسفه، انا بس حاسه اني متلخبطه شويه. في ايه يا رومانا؟ انا حاسه ان انا بحب عمر رمضان. طبعا. ايه مستغربه ليه؟ انا حسيت ان ده بيحصل بعد كل مره اكلمك او اشوفك فيها وتكوني قبلها معايا. واضح عليكي جداً إنه بقى شاغل كل تفكيرك. أنا مش عارفة إيه اللي حصل ولا إيه اللي بيحصل. إحنا نعرف بعض من كام يوم بس. طيب، أنا رأيي إنك ما تضيعيش وقت. أنا من الأول لما قلتلك قوي علاقتك بيه لأنه هيفيدك في الشغل، وأنا وضع زيك في الجواز والانفصال كنت متأكد إن ده هيحصل. طب ودي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ بالنسبة لمين؟ أصلها هتفرق. ساعد تيتا في المطبخ ولا ايه؟ مين دول اللي ساعدوا تيتا؟ دول؟ ويسيبوا الموبايلات من ايديهم برضو؟ صعليك يا عمر. هايدي سيب الزفت اللي في ايدك ده، احنا على الاكل. ده مش اي اكل، ده الاكل النهارده بقى على شرف سي عمر. تمام يا شباب، جاهزين يا اساتذه؟ يلا يا ابني بسرعه يخلص. كريت سيت؟ استاذه المقدمه بعدين تدخل الدفعه على طول. يا استاذه انت بخير؟ انا جاهزه يا وائل. تمام يا استاذه. يلا يا استاذه جاهزين؟ 90 ثانيه على الهوا. يلا يا شباب. ما تعالي التلفزيون كده هنشوف فيه ايه. انت مش عايز تتفرج على التلفزيون؟ تلفزيون ايه بس يا حاج؟ ما تسيب الواد ياكل. بلا تلفزيون بلا بتاع. كل يا ولد. والله عجبتكم ولا دي؟ حسبنا بعد الاكل. معقول يا عيوده؟ انت فعلا تفوقت على نفسك والله. يا سلام، النهارده النهارده بس يا حاج، وكل السنين اللي فاتت دي كانت ايه؟ ازعل انا بقى. لا لا خلاص بقى يا عم الحاج، كل وانت ساكت ما تجيبش نفسك الكلام بقى. حاضر. اه معتز، اتعلمنا من التلفزيون نشوف ايه؟ شوف التلفزيون في الاخر. الله. مساء الخير. طبعا حضراتكم تابعتوا التنويهات الخاصه بحلقه النهارده واللي ممكن يكون فيها اخبار مزعجه لناس والجهات كتير. خلونا في الاول نقرا بيان وزاره الداخليه
بخصوص الحادثة الغريبة اللي حصلت في الصالة المغطاة النهاردة أثناء مباراة كرة السلة بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري في نهائي بطولة الدوري. يا محمود، إيه اللي لما بنت أحمد هدايت على جمانة شرف دي؟ لسه مش عارفين يا فندم، بس قدرنا نوصل لحد من الإعداد وعرفنا أن الفيديو اللي هيتعرض دلوقتي يخص والدها. خد بالك منها يا كرامي، اسمها خديجة مش كده؟ مظبوط يا فندم. طيب خد بالك منها بقى الأيام دي، في آلاف بيتابعوها على السوشيال ميديا، عايز أعرف تكتب إيه الأيام دي. حاصل يا فندم، حمزة بيه كان إيه اللي تابعها؟ هو حمزة فين؟ قفل تليفونه يا فندم. معلش، اللي حصل في الصالة المغطاة ده مش قليل برضه. أنا كان عندي سؤال معليك. سؤال إيه يا محمود؟ هو إحنا صحيح اللي أعلنا عن موضوع غاز الأعصاب ده يا فندم؟ هنكذب على الناس يعني؟ لا طبعا مش قصدي معليك، أنا قصدي إن الناس مش مستعدة دلوقتي لتصعيد في عمليات إرهابية بالمنظر ده. بس خلاص مبقاش ينفع، زمن حجب المعلومات عن الناس ده خلاص فات، تفكير قديم قوي. وبعدين التجربة أثبتت إن كل ما بتتعامل مع الناس بشفافية وتقول لهم معلومات صحيحة بيساعدوك وبيقدروك وبيحترموك كمان. بس يا فندم في إعلام كتير قوي ما بيهتمش بالناس ولا بمصلحة الناس، ما بيفرقش معاه غير إنه يهتم بمصلحته بس. ودي بقى نموذج من الإعلاميين اللي أنت بتتكلم عنهم دول، بس الحقيقة إن في ناس تانية عندهم إحساس بمسؤولية، بيقدروا إن إحنا بنحجب بعض المعلومات عشان التحقيقات أو عشان نجاح العمليات. طبعاً الداخلية مذكورة طلعت البيان اللي حضراتكم سمعتوه ده، وده كل المتوفر لينا من معلومات للأسف. لكن إيه اللي حصل؟ وليه حصل؟ ومين التنظيم ده؟ وإيه مصير التحقيقات مع الإرهابيين اللي اتمسكوا زي بتوع حادثة البنك مثلاً؟ الأسئلة كتير، ومن الواضح كده إن خلاص المسألة بقت على المكشوف. اسألوا زي ما انتم عايزين، محدش هيجاوبكم. عشان كده قررنا النهاردة أنا وضيفتي خديجة أحمد هدايت نزود سؤال مهم على الأسئلة دي من وجهة نظرنا مش من وجهة نظر الداخلية. تابعونا بعد الفاصل وفيديو حصري هيطرح أسئلة كتير قوي مش سؤال واحد بس. استنونا. تمام يا ريس، يلا يا جماعة 3 دقايق على الهواء، يلا بسرعة دخلوا الضيف. نجهز يا شباب، نجهز. نهدى يا أساتذة. هاي خديجة، بقاء لله. أنا سي خديجة منورانا وبقاء لله. يا أستاذ جمانة ممكن تجي؟ عن إذنك. يعني حتى كلمة شكرا مفيش، هتعملي كارثه كمان دقيقه ومفيش ميرسي للرجاله اللي في ظهرك. قصدك انك هتعمل سبق وانفراد مفيش محطه في مصر هتعمله غيرك، يعني الاعلانات الريتنج يا خالد بيه. بصي، هو الجيران بتاعك انت والجدع دوت هو اللي بيشجعني اعمل حاجات كتير، بس بصراحه انا ما كنتش هجرؤ ان انا ازيع غير بعد حركه القنوات الاجنبيه اللي سبقتنا بدقيقه. بس احنا بننوم من بدري وعارفين بنعمل ايه. تفتكري الداخليه هيعدوها؟ يعني ايه عدوها؟ هما المفروض يجاوبوا على كل اسئلتنا مش يحاسبونا. لا ما هو من جهه هيحاسبونا فهم هيحاسبونا يا جوجو، بس انا عملت حسابي خلاص وكلمت سياده المستشار علشان يكون معاكي. انا طيب، وضع ايه يا ريس؟ انت تمام يا شادي، انت راجل مجتهد وعرفت بعلاقاتك واحترافك انك تقنع نضال السفر انه يشير الفيديو اللي معاه، قصدي عرضه. ولا اجتهاد ولا حاجه يا ريس، الفيديو وصل لبنت الراجل والاستاذ نضال مشكورا، هو عمل كل حاجه. تمام، بس ده ما بيننا يا نجم، انما بره المثلث ده اجتهاد وشغل منك ومن الهانم. ولا ايه يا استاذه؟ قلقتي من كلامي؟ انا عايز اخلص من الموقف ده بقى. تمام يا ريس، يلا يا استاذه 30 ثانيه على الهوا. طب احنا معاكي استاذه، احنا جاهزين، ابدا العد. اثبت يا استاذه. Thank you.
عمر ماله ومال البرامج دي بس يا بنتي؟ سيبك منها يا عم، كلي وبطلي روشة، كلي. والله انا شاطره. معتز علي الصوت شويه خلينا نسمع يا ابني. طبعا انا اسفه، انا بعترف ان انا فقدت تركيزي شويه، بس الحقيقه اللي اتعرض دلوقتي شيء محزن. ارجع تاني واقول ان هنا من خلال برنامجي كنت قدمت الدعوه للدكتور احمد هدايه الله يرحمه انه يكون ضيفي في حلقه من الحلقات، وقلت ان ظهور المعارض المصري الشهير هنا في اعلام بلده هيكون اكبر رد على اللغط والاشاعات اللي بتتكلم عن منعه هو او غيره من الظهور. خديجه احمد هدايه، البقاء لله ونعم بالله. خديجه ممكن تكلمينا عن حكايه الفيديو اللي اتعرض ده؟ هو الفيديو ده جالي يعني بمعنى صح جه على تليفون بابي الله يرحمه. طبعا كلنا عارفين خديجه هدايه كواحده من اهم الفاشون ايكونز في مصر، بس مش في مصر بس، في الوطن العربي كله، واكيد ما كناش نحب نشوفها في الموقف المحزن ده. حضرتك انا عايزه اعرف ايه اللي حصل لبابويا، تهيألي يعني دي ابسط حقوقي. صدقيني كلنا محتاجين نعرف ولازم نعرف. ده مش حقك لوحدك، ده حقنا كلنا. قلتيلي ان الفيديو بعت على تليفون الدكتور احمد هدايه. بالظبط كده. مين اللي بعته؟ هو نزل على ويب سايت اكسكلوسيفلي اسمه رياليتي اير. وزي ما كلنا عارفين دلوقتي ان الموقع ده هو الموقع نفسه اللي بيغير اجزاء من اسمه سواء باضافه ارقام او كلمات، هو نفس الموقع اللي بيعلن عن الحوادث قبل ما تحصل وبعدين بتحصل، باستثناء الحادثه الاخيره اللي حصلت في الصاله المغطاه واللي قدر واحد من ضباط الداخليه انه يمنع كارثه. وفي انباء غير مؤكده ان ده نفس الضابط اللي قدر يفك القنبله اللي كانت موجوده في مدرسه المعادي، بس بيان الداخليه ما ذكرش اسمه. وبالمناسبه طالما اتكلمنا عن الحقيقه، احب اوضح الترجمه الحرفيه للموقع ده وهو عصر الحقيقه. ويمكن ده يشجع الجهات المسؤوله ان هم يكونوا قد المسؤوليه ويعلنوا ايه هي الحقيقه. خديجة إيه اللي حصل بعد كده؟ حضرتك أنا ليا أصحاب يعني في الميديا وكده، وقالوا إن الفيديو راح لمحطات أجنبية وإنه هيتعرض النهاردة، عشان كده أنا جيت لحضرتك عشان تقولي لي هو في إيه بالظبط. اسمحي لي يا خديجة إني أوضح للجمهور وللسادة المسؤولين اللي أكيد متضايقين مننا دلوقتي إن إحنا عرضنا الفيديو ده نقلاً عن واحدة من المحطات واللي اللوجو بتاعها كان موجود، وده طبعاً تحسباً لأي اتهامات أو أي مسؤولية ممكن نتهم بيها بالباطل. وبالرغم من امتلاكنا للفيديو ده زي ما خديجة شرحت، بس للأسف اضطرينا نعمل كده تحسباً لأي ردود أفعال أو أي اتهامات ممكن نتهم بيها. خديجة، إيه اللي خلاكي تشكي إن الفيديو ده ممكن يبقى حقيقي؟ حضرتك أنا عندي أسباب كتير قوي. أكيد شفتي الفيديو اللي نزل على الموقع ده قبل كده عن العملية الإرهابية، الحمد لله يعني ما حصلتش. عملية الصالة المغطاة. بالظبط كده. وتقال حضرتك في الفيديو إن اغتيال أحمد هداية هيكون يوم 20 فبراير. صح، وده بعد نشر خبر وفاته مرتين، مرة 15 فبراير ومرة 19 فبراير، ومرة منهم كان الخبر يخصك بعد الشر طبعا. أنا أهم حاجة بالنسبة لي كلمة اغتيال. ما تقالش وفاة أحمد هدايت زي ما تقال في أول خبر، تقال اغتيال أحمد هدايت مرتين، منهم المرة بتاعت يوم 19. وده اللي نفاه الدكتور أحمد هدايت بنفسه في فيديو مصور. بالظبط، والمرة التانية كانت يوم 20 بعد الوفاة، وبرضه قالوا عليها اغتيال. طيب خديجة خلينا أسألك، إيه اللي يخلينا نصدقه؟ ما هو حضرتك السبب التاني ان كان في ضابط عندي في البيت يوم وفاة بابي، اتنين ضباط، بس واحد منهم هو اللي اداله حقنة الانسولين. مقدم عمر رمضان؟ بجد ما اعرفش اسامي. واحنا كفريق عمل اشتغلنا على معرفة اسم الضابط، ونتمنى ان هو يكون صحيح، وبالتأكيد ليه حق الرد بشكل كامل. ايه اللي حصل بعد كده؟ السبب الثالث ان لما بابي تعب ونقلنا مستشفى الشرطه، المستشفى طلعت تقرير ان هو مات بسبب هبوط حاد في مستوى السكر في الدم. طيب من وجهه نظرك مين اللي صور الفيديو ده؟ قصدي اللي انت شفتيه في الفيديو ده بيتكم؟ اه بيتي. طيب ممكن مين اللي يكون حط الكاميرات وصور الفيديو؟ مش عارفه بجد، بس ممكن بابي يكون هو اللي حط الكاميرات دي. يعني انت ما كانش عندك علم بالكاميرات انها موجوده؟ لا بجد ما اعرفش ان في كاميرات في بيتي اصلا. طيب لو افترضنا ان الدكتور احمد هدايت هو اللي حط الكاميرات في البيت، بيعمل كده ليه؟ بجد مش عارفه. طيب الالم اللي اتعرض في الفيديو فين هو؟ الم الانسولين. اه معايا طبعا، ما انا هطلع من هنا على مديريه امن الجيزه واسلمهم الالم واقدم بلاغ. هتقولي ايه في بلاغك؟ هقول ان لازم يحصل تحقيق في وفاه الدكتور احمد هدايت، لان انا شاكه في شبهه جنائيه. بس هنا
انا عارفه ان الكلام اللي انا بقوله ده صعب قوي، بس الاصعب ان انا افضل عايشه حياتي كلها حاسه ان ابويا ممكن يكون مات مقتول. طب ايه الكلام الصعب اللي انت عايزه تقوليه؟ حضرتك انا المفروض دلوقتي اكون عند الجهات الامنيه، بس انا قررت اجي لحضرتك لاني خايفه، خايفه يضغط عليا وخايفه ما اعرفش اخد حق بابي، عشان كده جيت لك الاول وعشان كده بتكلم قدام الناس كلها عشان يعني الناس تقف جنبي وما بقاش لوحدي يعني. واحنا معاكي للاخر ومهما كانت الفواتير. واصعب حاجه بطلبها النهارده على الهواء قدام الناس كلها وهيبقى في بلاغ رسمي تشريح جثه بابي عشان اعرف سبب الوفاه الحقيقي. وبكده نكون عرضنا لحضراتكم قضيه دكتور احمد هدايه كامله عن لسان خديجه احمد هدايه، وفي انتظار كشف الحقيقه كامله. بشكركم. تحت امرك يا حلوه، انا اعمل لك اللي انت عايزاه. محمود انا عايز البنت دي على مكتبي فورا. اعتبره حصل يا فندم. تحب نكلم الناس بتوع المحطه بالمره؟ نكلم مين بس يا محمود؟ نتكلم هنا ولا في فرنسا ولا في لندن؟ دي بقت فوضى. تمام عليك. معايا. باذنك يا فندم. محمود انا عايزها تيجي بمنتهى الهدوء من غير اي عنف. اوكي؟ مفهوم. الحكايه يا عمر. عمر ايه اللي احنا سامعينه ده يا ابني؟ اهدى يا ماما. اهدى ايه؟ اهدى ازاي؟ اهدى ازاي في ايه يا عمر؟ اتكلم. اهدى يا ماما. اهدى يا حبيبتي. صدقتي يا ديتا؟ احمدي. يلا يلا احنا اتاخرنا. يلا سلام عليكم. ايه يا عمر؟ انت لازم تفسر لنا اللي احنا سمعناه ده يا حبيبي، قول. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه اللي عملتيه معايا النهارده. على ايه بس؟ ربنا يظهر الحق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هو حضرتك متضايقة كل ده عشاني؟ لا ابدا، الموقف صعب بس غصب عني. ربنا يكون في عونك. ميرسي اوي. اتفضلي ليديز فورست. يلا. سلام يا اخ. اخ يلا يا اساتذة اسمعني. النجاح اللي انت متصوره انك بتحققيه وصدقني انت لوحدك في الدنيا من غير لا بيت ولا عيل ولا زوج. اوعي تضحي بكل حاجه عشان حاجه واحده حتى لو كنت شايفه انها اهم حاجه. واحنا زين الكلام مش ملاحظة ان احنا عندنا مراحل كتير قوي بصراحة. وانا مش عارفة اجابة السؤال واصلا مش عارفة.